صمد محمان رئيس جمعية ريحان الإسماعيلية للملحون والموسيقى التراثية. أبت الجمعية أنها تنظم هذا الحفل اليوم بالمناسبة ديال الحق بجوج المناسبات اللي هما النسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال. هاد جوج مناسبات اللي عندهم دلالة كبيرة وعندهم واحد القيمة كبيرة عند المغاربة كاملين. ارتأت الجمعية باش أنها تنظم هذا الجمع وتحتفل مع الساكنة ديال مكناس طبعا بالمشاركة ديال الجماعة الحضرية وواحد العدد ديال الجمعيات. شكرا. شكرا.